نوسا نوسا تاش من نوسا صاحبي خلنا خدام في الحلقه الجديده ونوسا نوسا انت كيفاش نوسا واش الليم بي انايا اذا بتخرب على نفسك نوسا دنا الليم ده ونوسا بنادم نوسا نوسا اه وبعد منو شكون اول هذا كريم معايا ونوسا العالم نوسا صافي واخا واخا ببجي موبايل لعبة الباتل رويال الغنية على التعريف كيلعبها الكبير والصغير قال لك سيدي ببجي موبايل جابت لينا هذه المرة هذه الخريطة الجديدة ديال نوسا الخريطة اللي صغيرة بزاف والماتشات فيها كيساليو في 8 ديال الدقائق فقط يعني الريتم ديالها غادي يكون طالع وغادي يكون سريع والحماس غادي يكون كتير زايد انها خريطة جميلة إلا نسميك راجل حيد الحجر ادخل عندي البابجي موبايل نجربوا الخريطة الجديدة ديال نوسا هتلقاو الرمز ديالي زايد رابط التحميل تحت الفيديو هذا بمناسبة الخريطة الجديدة ديال نوسا وبيد موجودة الحلقة الجديدة اليوم غادي نجربوا إلا كانوا اليوتيوبرز دي كاركتير في اللعبة ديال بابجي موبايل يعني غادي نصايبوا اليوم الاوتفيت ديال اللي كيسول على هذا الاوتفيت هذا راني مصايبوا راسي بجافيل صايبت واحد الليستة فيها السكينز والحوايج طرابش ليكاس شكاير مدادر جاكيت تيشير شوميز صبابط سبرديلات جوطية كاملة تما وغادي نتصلوا باليوتيوبرز باش هما اللي غادي نختاروا شنو بغاو يلبسوا وحنا غادي نلبسوهم وغادي نشوفوا كيفاش غادي يجيو وفي الاخير نتوما اللي غادي تعزلوا احسن كاركتر عجبكم يعني احسن واحد عنده السكين واعر ونبداو بحبيب الجماهير زوز فلوغ وحمزة انت سمعني مزيان شوف دابا كون كانوا اليوتيوبرز شخصيات في بابجي زعما في داك الشخصيه اللي كيبقاو يلعبوا بها دابا انت يا زوز غتشوف هاد اللباس اللي قدامك وغتختار انت شنو غتلبس صافي عرفت الملابس طربوش حذاء صفوفيط ماسر وال هذاك الشيء اللي غتختار انت هو اللي غنلبسك انا صافي نعطيك الارقام يلا سير على يلا سير مازال يلا شنعزل اخيلي 5 13 21 25 37 دير 47 ملي غادي نلبسك اللبسه نوريكم تصاوركم نتوما كاملين نشوفوا احسن لبسه صافي يلا دابا نتصلوا بالاخت نرجس الو شوفي راه ما كاين لا بريك لا والو ما تقلقي ما والو انا والله اعلم السلام عليك صافا الحمد لله دابا انت يا نرجس غنصيفط لك لا ليست ديال الحوايج وغتقضي على حساب كانتك انت وغادي نلبسك داكشي اللي اختاريتي انت وغادي نشوف شكون فيكم اللي اختار شي لبسه واعره اوكي دابا انت اختاريتي في لي كاسكيت 5 ياك في الشكاير اختاريتي غوز في النضيدرات 21 كابيشون اختاريتي تيشيرت في السراول 37 الصبابط 43 باش يجي داكشي اسورتي مع الشكار نلبسوك الحوايج اللي اختاريتي انت راه انت اللي اختاريتيهم غادي نحطوك في بابجي ونشوفو كي غتخرجي صافي دير على الله وندوزو دابا الاخت الوحشه عندك 4 39 مدادر 21 جيلي 24 تريكو 30 سروال ولا الشورت 41 دابا غادي نتصلو بوسحاق انا بديت كان راسي واحد الحطه الجوطيه كامله ديتي يا اخويا غنشوف 3 الكاسكيت مع الكاسك 14 20 اي 24 34 8 لا شي انت بالا وانت بالا من بعد ما اختاروا الاصدقاء الحوايج والسكينز اللي هما بغاو غادي ناخذوا واحد الهنيهه باش نصايبوا لهم النتيجه النهائيه وفينو راه مشى وفين مشى غادي نخليكم مع النتيجه النهائيه وقولوا لي في لي كومونتير شكون هو الكاركتر اكثر اللي عجبكم وتسناو الحلقات الجديده عارف راسي معطل بزاف ولكن راه حنا خدامين على واحد الكونسيبت جديد اللي كياخذ بزاف ديال الوقت نخلي لكم مفاجاه